اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اقول ان اير كايرو هي الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي في رحلتهم للمغرب، وكمان بنك سئيب هو الراعي الرسمي لرسائل قناه النادي الاهلي من هناك في المغرب، واللي هتكون متواصله مع حضراتكم على مدار الايام القليله القادمه حتى موعد المباراه وما بعد المباراه باذن الله، حتى عوده الفريق ان شاء الله لارض الوطن سالما، وعودته كمان تكون بنتيجة إيجابية تكون فيها نوع من أنواع الأريحية قبل مباراة الإياب اللي هتكون في مصر بإذن الله تعالى. طيب خليني أقول لحضراتكم خبر من ضمن الأخبار المهمة برضو، هي بتتعلق باستحاب النادي الأهلي للشيف محمد الدالي إلى المغرب، الشيف الخاص بالفريق واللي دايما بيكون متواجد في رحلات أفريقيا بالنسبة لفرقة النادي الأهلي، وده أمر في الحقيقة مهم. احنا رايحين بلد شقيق دولة المغرب، الأكل عندهم مميز في الحقيقة وكل الأمور مميزة، لكن دايما أنت كفرقة بتبقى قافل على نفسك بوجبات معينة بنظام غذائي معين، فأنت بتاخد كل اللي يقدروا يساعدوا الفريق في النجاح معاك في رحلة مهمة زي دي، زي رحلة المغرب ومباراة الوداد المغربي في ذهاب دور نصف النهائي. عايز أرجع أتكلم مع حضراتكم عن المصابين تاني شوية بعد ما اتكلمنا مع كريم، بس أعيد وأكد للبعض اللي ممكن يكون انضم لنا في هذه اللحظات، وأطمن جمهور النادي الأهلي على أهم العناصر اللي في تساؤلات كتير جدا عليها. فخلينا الأول نتكلم عن محمد الشناوي. اطمن محمد الشناوي بنسبة 100%، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح وأول 100% جاهز لمباراة الوداد بإذن الله تعالى، وهيحرس عرين النادي الأهلي في هذه المباراة، وأدى تدريبات مميزة. ونزل محمد الشناوي امبارح، ما كانش فيه تدريب للفرقة خالص بعد انتهاء مباراة بيراميدز أول امبارح، لكن كان فيه تدريب خاص لحراس مرمى النادي الأهلي. شارك في التدريب ده محمد الشناوي بمنتهى القوة ومنتهى الجاهزية بدون أي شكوى. طيب قبل ما أكمل قصة المصابين خليني أروح لمداخلة غاية في الأهمية مع معالي السفير أستاذ أو معالي السفير أشرف إبراهيم، طبعا سفير مصر في دولة المغرب الشقيق، علشان نطمن منه على كل الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة النادي الأهلي في المغرب. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير أهلا بكم سادين. أهلا وسهلا، أهلا بكم، نورنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايزين نطمن من حضرتك على كل الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة النادي الأهلي في دولة المغرب. هو طبعا احنا دلوقتي المفروض في انتظار بعثة الأهلي، المفروض ان هم هيغادروا الساعة 3 وهيوصلوا الساعة في حدود 7:30 ان شاء الله فاحنا في انتظارهم. طبعا تم ترتيب كل الاجراءات، المفروض ان الاوتيل تم خلاص متفقين عليه مع السلطات المغربيه بخصوص الامن، تامين البعثه بالنسبه للوصول وبالنسبه للانتقال للفندق وكل انتقالاتهم بعد كده، سواء للتدريبات سواء للمباراه. تمام، متى بدا التنسيق ما بين النادي الاهلي والسفاره المصريه في المغرب يا فندم؟ احنا طبعا في تنسيق مستمر مع الاهلي، كانت المباراه كان المفروض تتلعب في سبتمبر وبعدين بالظبط، فاحنا في تواصل يعني مع الاهلي من بدايه يعني استعدادا كان في الموعد الاول وبعد كده تم تاجيله، وبعدين طبعا الاتصالات كانت مستمره مع اداره الاهلي لترتيب كل الامور مع كابتن سمير عدلي مع كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني الامور كلها يعني كان في اتصال مستمر يعني. طيب عايز اطمن بخصوص الوضع الخاص بفيروس كورونا وتفشي هذا الفيروس في العالم كله طبعا في الحقيقه، لكن الكلام كتير شويه على ان المغرب فيه عدد او اعداد كبيره بتتصاب بفيروس كورونا، ايه الاجراءات الاحترازيه الحازمه والصارمه تجاه طبعا التعامل مع هذا الفيروس؟ لا بص، هو المغرب يعني من بدايه انتشار الفيروس في مارس المغرب واخده اجراءات قويه جدا مستمره من مارس لحد النهارده. طبعا انت عارف هو الفيروس منتشر في العالم كله وفي اوقات هبوط وصعود. طبعا بالنسبه للاجراءات الاحترازيه هي طبعا مطلوب من كل اللي داخل المغرب، هو اصلا ممنوع دخول الاجانب للمغرب الا باستثناءات، وطبعا هذه المباريات واعضاء الفرق طبعا دي استثناء اكيد. فالمطلوب من كل اللي داخل المغرب سواء كان مغربي او اجنبي انه يكون عامل بي سي ار فيها ب 72 ساعه. واعتقد انه تعليمات الكاف يمكن مش بس بي سي ار واحد، المفروض انه في عدد من اربعه اعتقد او شيء من هذا القبيل. طبعا من ضمن الاجراءات الاحترازيه انه ما فيش جماهير في المباريات، ما فيش حتى الصحفيين يعني تعليمات الكاف والاتفاق مع
مع السلطات المغربيه انه هيكون مسؤول اعلامي ومصور واحد في المباراه بالنسبه للماتشين المباراتين يعني بتوع السيمي فاينال. وفيما عدا ذلك طبعا بالنسبه للفنادق والانتقالات كل الاجراءات الاحترازيه متخذه يعني وما فيش مشاكل يعني. وطبيعي مش هيكون في اي تحرك خاص بالبعثه الا في اتجاه التدريبات فقط وموعد المباراه ليس الا يعني. هناك بالتاكيد انت عارف اكيد الفريق بيلعب سيمي فاينال بالظبط والمباراه الاولى في المغرب والمباراه الثانيه بعدها باسبوع في مصر اكيد انه التركيز كله هيكون في مساله انا اقصد بالنسبه للناس المرافقه للبعثه يعني والمرافقين طبعا هيكونوا مركزين في هذه المساله وانت عارف في اجراءات تباعد اجتماعي موجوده في المغرب زي ما موجوده في مصر يمكن في المغرب اقوى شويه فالتحركات حتى هتكون محدوده مش يعني مش هتكون براحه قوي الاسواق ما هياش مفتوحه قوي يعني تكون العملية يعني محدودة طبعا. تمام. عايز اتكلم عن مدى وحجم الاهتمام الخاص بمباراة الاهلي والوداد وايضا مباراة الزمالك والرجاء في دور نصف النهائي هناك في دولة المغرب يا فندم. انت عارف طبعا اهتمام كبير جدا من وقت من وقت حتى ما تحدد الاربع فرق اللي هيلعبوا في اربع فرق كبار اكبر فرقتين في المغرب الاول والثاني اكبر فرقتين في مصر الاول والثاني بيلعبوا بعض منافسه مستمره مش اول مره الاهلي لعب الوداد يعني مش اول فاينل يعني لعبوا في الفاينل مرتين قبل كده وانت عارف الوداد طبعا مهتم لانه خسر الفاينل السنه اللي فاتت في ظروف يعني كانت مش لطيفه قوي ودخلوا في قضايا في الفاينل اللي فات فبالتاكيد ان عنده طموح، الاهلي فريق كبير ويعني فاز بالبطوله الافريقيه مرات عديده واكيد عنده طموح انه يفوز بها مره اخرى. اكيد. طبعا الرجاء والزمالك نفس الشيء، المنافسه كانت قويه في الدوري المغربي لسه منتهي من يومين ما بين الوداد والرجاء. انما الاهتمام كان موجود طبعا بالمباريات دي لان انت عارف البطوله الافريقيه اكبر بطوله يعني بالظبط طبعا البطوله الافريقيه بتهتم بيها اللي بيكسبها بيوصل لوسط العالم الانديه يعني ليها حسبه مهمه جدا. تمام. وبتضاف طبعا للبطولات اللي الفريق بيكسبها ففي اهتمام شديد في المغرب وانت عارف طبعا المنافسه ما بين مصر والمغرب في مجال الكوره فبالتالي الاهتمام كبير جدا. اكيد وحضرتك كمان مهتم جدا في كره القدم في الحقيقه واضح من كلام حضرتك فبالتالي ايه رسائل معاليك يا فندم لبعثه النادي الاهلي وايضا بعثه نادي الزمالك قبل المباراتين المهمين دول وتوقعاتك للمتاهل للمباراه النهائيه؟ يعني طبعا بدايه انا بتمنى طبعا ان الاحسن توصل للنهايه انما طبعا تمنياتي كمصري انه الاهلي والزمالك يلعبوا الفاينل باذن الله ان شاء الله. طبعا رسائلي للاربع فرق مش للاهلي طبعا انه يبقى فيه اهتمام وجديه نركز في المباراه ده اهم حاجه للزمالك كذلك انه في النهايه احنا دي رياضه ومنافسه شريفه ويهمنا انه كل الامور تطلع باحسن شكل احنا بمصر الاهلي والزمالك بيمثلوا مصر ولازم نطلع يعني نبرز صوره مصر الجميله دي ان شاء الله باذن الله. معالي السفير السيد اشرف ابراهيم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سفير مصر في المغرب وطمنا على كل الامور الخاصه باجراءات استضافه بعثه النادي الاهلي في المغرب قبل مباراه الوداد واتكلمنا معاه في بعض التفاصيل الهامه جدا 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 وطمنا من خلاله. طيب بنشكره شكرا جزيلا. خليني اكمل مع حضراتكم جزئيه الاصابات وده امر مهم جدا وبيهم جماهير النادي الاهلي واتكلمنا عن محمد الشناوي وطمنا خلاص عليه الحمد لله هيكون جاهز لهذه المباراه. بمناسبه الشناوي برضو احنا لازم نحيي علي لطفي حارس الاهلي اللي شارك في الثلاث مباريات اللي فاتوا في بطوله الدوري وما استقبلش ولا هدف وقدر ان هو يؤدي مستويات رائعه رغم غيابه فتره طويله جدا عن حراسه مرمى النادي الاهلي وده ان دل يدل على احترافيته وجاهزيته للمشاركه في اي وقت يحتاجه ليه الجهاز الفني للنادي الاهلي فكل التحيه والتقدير طبعا لعلي لطفي حارس الفريق. خلينا نروح لايمن اشرف. ايمن اشرف كان عنده اجهاد في عضله السمانه بخلاف الاصابه اللي كانت قبل كده اللي هي عباره عن التواء في الكاحل، الاصابه الاولى خلاص دي تلاشت تماما وانتهت تماما، لكن فيما يتعلق بالسمانه كان في زي جانب احترازي او زياده في الاطمئنان بعدم الدفع بايمن اشرف في مباراه بيراميدز، لكن ده معناه ان ايمن ما كانش جاهز، لا، ايمن كان الاصابه ايضا بقت بالنسبه له تمام جدا واصبح جاهز للمشاركه في المباراه، لكن هو كاجراء يعني احترازي شويه عشان تقدر تحافظ على اللعيب في المباراه الاهم اللي هتكون باذن الله امام الوداد يوم السبت اللي جاي.
فبالتالي هو شارك في التدريبات الاخيره قبل مباراه بيراميدز او التدريب الاخير تحديدا قبل مباراه بيراميدز اللي كان يوم الجمعه، وشارك فيه في كل الجوانب البدنيه والفنيه فيما عدا الجوانب التكتيكيه والتقسيمه اللي كانت مع نهايه المران. اذا ايمن اشرف باذن الله تعالى هيقدر يشارك في التدريبات اللي هتكون بالنسبه للفريق بدايه من الغد، ويشارك بمنتهى القوه، وبالتالي يكون جاهز لمباراه الوداد ويكون بجوار ياسر ابراهيم في هذه المباراه. عندنا مين تاني من المصابين؟ عندنا كهربا لعيب مهم جدا، وكان تعرض لاصابه بشد في العضله الخلفيه. الامور مبشره، لكن عشان نبقى واقعيين صعوبه البدايه بكهربا موجوده. دي طبعا شطات للكابتن محمود الخطيب ولقطات ليه في مطار القاهره الدولي عقب وصوله ورئاسته طبعا لرحله الفريق للمغرب. وفي الحقيقه قيمه وقامه كبيره الكابتن محمود الخطيب. طيب، كان في استقبال الكابتن محمود الخطيب استاذ حسين شريف رئيس شركه اير كايرو، طبعا الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي في رحلته للمغرب. ولقطات حضراتكم دي لقطات حصريه طبعا اللي شايفينها معانا من خلال صاله كبار الجوار في مطار القاهره الدولي. طيب، ارجع لقصه محمود عبد المنعم كهربا واصابته في العضله الخلفيه، فعشان نبقى واقعيين وواضحين جدا مع حضراتكم، الاصابه الحمد لله خفيفه. في نسب انه يلحق المباراه وان هو يشارك في المباراه، لكن النسب مش كبيره. ده هيترتب على ايه؟ هيترتب على مدى استجابه اللاعب للعلاج من الاصابه في العضله الخلفيه على مدار الثلاث ايام اللي جايين قبل المباراه. انت عندك ايه النهارده وبكره؟ اربع، خميس، جمعه. ثلاث اربع ايام اللي جايين قبل المباراه هم اللي هيحددوا هل كهربا جاهز بنسبه 100% انه يشارك ولا لا. لكن في كل الاحوال ربما يكون كهربا على دكه البدلاء في مباراه الوداد، ونتمنى طبعا ان هو يكون جاهز بنسبه 100% عشان تكون كل العناصر متاحه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عشان تدي له افضليه اكتر واكبر للاختيار الخاص بتشكيل النادي الاهلي. محمود وحيد كمان خلاص يعني على وشك المشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي هناك في المغرب، وده امر يكون جيد تحسبا لا قدر الله لاي ظروف في الجانب الايسر بالنسبه للنادي الاهلي. لكن عندنا كمان نجمنا علي معلول هينضم للبعثه غدا باذن الله تعالى في دوله المغرب. دي بعض الامور وبعض التفاصيل الخاصه برحله فريق النادي الاهلي وبعض الكواليس، ولسه متواصلين مع حضراتكم ولسه بنتكلم في بعض الامور الهامه. طيب، عندنا مداخله مهمه جدا مع الزميل محمد بلعودي طبعا الصحفي المغربي الكبير، وهنتكلم معاه في بعض التفاصيل المهمه وكل كواليس ما قبل مباراه الاهلي والوداد ومرحله دور نصف النهائي. يا استاذ محمد اهلا بحضرتك، منورنا. اوكي تابعنا على الهواء استاذ محمد، اهلا بيك. الو، طيب واضح ان الاتصال اتقطع. خلينا نروح لفاصل الاول وبعد فاصل نرجع نكمل، بس عايز اقول لحضراتكم ان اير كايرو هي الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي في رحلتها للمغرب، وكمان كل الرسائل اللي هتوصل لحضراتكم من هناك في المغرب عبر شاشه قناه النادي الاهلي كلها برعايه بنك سعيد، طبعا البنك الراعي الرسمي ل النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي عفوا تحديدا. يعني خلينا نروح لفاصل ساعه وبعد فاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين معاكم في هذه التغطيه الخاصه بكواليس رحله فريق النادي الاهلي للمغرب استعدادا لمباراه الذهاب امام فريق الوداد المغربي، واللي باذن الله تعالى نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. ما تنسوش ان كل الرسائل اللي هتوصل لكم من هناك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي برعايه بنك سعيد الراعي الرسمي للنادي الاهلي، وكمان رحله قناه النادي الاهلي من خلال شركه اير كايرو هي رحلة قناة الأهلي إلى المغرب. فبالتالي كل حاجة وكل الكواليس هتبقى قدام حضراتكم على شاشة القناة على مدار الأيام القادمة،
طبعا ده بسبب مدى أهمية هذه المباراة ومدى حساسيتها بالنسبة للأهلي وجماهيره، خصوصا في ظل الطموح والأهداف الكبيرة جدا الموجودة عند جمهور النادي الأهلي بخصوص تحقيق هذا اللقب الأفريقي الغالي. فبالتالي نتمنى كل التوفيق أنه هو يكون حليف بعثة الفريق وحليف الفريق كمان تحديدا في أرض الملعب، في ملعب أو مركب محمد الخامس، وفي الحقيقة استاد مميز جدا. وأهم ميزة هتكون موجودة في هذه المباراة هو عدم تواجد جمهور الوداد المغربي، جمهور قوي جدا جدا في الحقيقة وبيدي دافع كبير لفريقه في الملعب. طبعا احنا ما كناش نتمنى غياب الجمهور يكون بسبب فيروس كورونا وبسبب هذا الفيروس المتفشي، لكن في كل الأحوال هي هتكون عامل إيجابي بالنسبة لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة. لكن إن شاء الله نتمنى أن الفريق يكون موفق فيها في كل الأحوال. خليني أتكلم شوية عن بعض الأرقام الخاصة بتاريخ الأهلي والوداد في البطولات الأفريقية، أو تحديدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. زي ما حضراتكم عارفين الأهلي فاز باللقب الأفريقي أو لقب دوري أبطال أفريقيا 8 مرات قبل كده، كان الوصيف 4 مرات، لعب 284 مباراة، فاز في 142، تعادل في 80 مناسبة، وخسر في 62 مباراة، سجل 439 هدف. إن شاء الله يكون الهدف رقم 440 و41، نتمنى كمان يكون هناك في المغرب، واستقبل 220 هدف. ده بخصوص أرقام الأهلي على مدار مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخه تحديدا. خلينا نروح لفريق الوداد اللي فاز باللقب مرتين بس قبل كده، وكان الوصيف في مرتين تانيين، لعب 112 مباراة، فاز في 50 مباراة، وتعادل في 29 مناسبة، وخسر في 33 مرة، وسجل 157 هدف، واستقبل 98 هدف، وإن شاء الله يستقبل الهدف رقم 100 في هذه المباراة. نتمنى كل التوفيق بالنسبة للفرقة بإذن الله تعالى. طيب الوداد كان بينافس بشكل قوي جدا في بطولة الدوري المغربي، ولحد آخر جولة اللي كانت أول امبارح كانت المنافسة قائمة، وكان معهم كمان بجانب الوداد والرجاء كان معهم نهضة بركان المغربي، كان بيبعد عن صاحب المركز الأول نقطتين، فالمنافسة كانت ما بين الثلاث فرق، لكن احنا بالتحديد مركزين على الوداد والرجاء. فبالتالي فرقتين جامدين جدا، وبتحديدا وانا بتكلم على الوداد عايز اقول لحضراتكم بعض الارقام الخاصه فيه او الخاصه بيه في بطوله الدوري المغربي ومشواره في موسم 2019 2020، ولعب 10 او مباريات الدوري، مش الدوري المغربي، خلينا نبتدي بالدوري المغربي بعد كده نروح لدوري ابطال افريقيا، ومبارياته لعب 30 مباراه وخرج مع نهايه الموسم في المركز الثاني بعد المنافسه القويه اللي قلت لحضراتكم عليها. قدر ان هو يفوز ب 59 نقطه او يستحوذ على 59 نقطه، فاز في 17 مباراه، خسر في 5، تعادل في 8، وخط هجومه خط هجوم قوي في الحقيقه، قدر ان هو يحرز 52 هدف واستقبل 28 هدف. طيب ترتيب هدافه الوداد، واحنا بنتكلم بقى عن ابرز العناصر الموجوده في فريق الوداد، يعني كاسينجو قدر ان هو يحرز 8 اهداف ونفس العدد بالنسبه ليحيى جبران احد اللاعبين المميزين جدا، لكن اميز لاعب في صفوف الوداد هو اسماعيل الحداد، قدر ان هو يحرز 7 اهداف في بطوله الدوري المغربي، وبديع اوك قدر ان هو يحرز 5 اهداف في هذه البطوله. ابرز لاعبي صناع الالعاب في فريق الوداد المغربي وليد الكارتي قدر ان هو يعمل 4 اسيستات، وايوب الملود قدر ان هو يصنع 3 اهداف، واسماعيل حداد 3، وبديع ايضا 3 اهداف. لكن ارقامهم بقى في بطوله دوري ابطال افريقيا هذا العام، لعبوا 10 مباريات، فازوا في 5 وخسروا في 2 وتعادلوا في 3، ليهم 18 هدف وعليهم 8 اهداف. ترتيب هدافه الوداد في افريقيا ايوب الكعبي، بس ده كان قبل ما يمشي وبعد كده رجع تاني، هو دلوقتي لكن ما يقدرش ان هو يشارك في البطوله، قدر ان هو يحرز 4 اهداف، محمد نهيري 4 اهداف، واسماعيل حداد هدفين، وكاسينجو هدفين. طيب احنا لسه متواصلين مع حضراتكم، واللقطات اللي بتشوفوها دلوقتي لقطات خاصه بالمدير الفني الجديد للنادي الاهلي مستر كيتسو موسيماني، واللي في حاله تفاؤل كبيره جدا بيه في الشارع الاهلاوي، ويعني مبسوطين بالمردود المميز اللي ظهر على الفرقه على مدار الثلاث مباريات السابقه في بطوله الدوري. واضح ان كان في جلسه وديه كمان مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واللي اكيد ليه دور كبير جدا مع الفريق، فدي كلها امور مهمه.
وكلها امور بيستعد من خلالها النادي الاهلي للمرحله الهامه القادمه. طيب لما نقرب لفريق الوداد بشكل اكبر، خلينا نقول توقيتات اهدافهم في مختلف المباريات، ابرز التوقيتات اللي بيقدروا يحرزوا فيها اهداف لا قدر الله يعني في مباراه الاهلي القادمه. ان شاء الله ما ينجحوش في احراز اي هدف ولا يهزوا شباك النادي الاهلي. هم جابوا 52 هدف في بطوله الدوري المغربي، لكن من الدقيقه 1 لدقيقه 15 قدروا ان هم يحرزوا 6 اهداف، ومن الدقيقه 16 للدقيقه 30 قدروا ان هم يحرزوا 9 اهداف، ومن الدقيقه 31 للدقيقه 45 قدروا ان هم يحرزوا 6 اهداف، ومن الدقيقه 46 للدقيقه 60 احرزوا 5 اهداف. والمعدل بقى الاعلى في الاثنين اللي جايين دول، من الدقيقة 61 للدقيقة 75 قدروا ان هم يحرزوا 11 هدف، ومن الدقيقة 76 للدقيقة 90، وده يعكس مدى أهمية التركيز في آخر المباراة عند لاعبي النادي الأهلي بإذن الله، قدروا ان هم يحرزوا 15 هدف في آخر ربع ساعة تحديدا أو آخر 14 دقيقة يعني. فده معدل عالي، 15 هدف يعتبر معدل عالي، لكن في نفس الوقت انت في كل الاحوال لازم تبقى مركز ولازم تبقى جاهز لكل التوقيتات في المباراه. انت بتلعب خلاص على بطوله دلوقتي، وانت هدفك اللي انت بتشتغل عليه طول السنه، انت طول السنه ابرز هدف بالنسبه لك ايه؟ هي بطوله دوري ابطال افريقيا. وارد انك توفق، وارد انك لا توفق في هذه البطوله في احرازها، لكن في نفس الوقت المطلوب منك انك تفضل مركز ال 90 دقيقه. التفاصيل الصغيره هي اللي بتحسم هذه المباريات باذن الله. احنا في التفاصيل دي نكون مركزين، ركزت في التفاصيل دي هتقدر توصل للي انت عايزه، وهتقدر ان انت توصل للمباراه النهائيه، ومن ثم تقدر كمان لو ركزت اكتر واكتر في المباراه النهائيه ايا كان مين الطرف اللي هيقابلك تقدر تحرز هذا اللقب الغالي. طيب اتكلمنا شويه على الوداد، خلينا نتكلم شويه عن لاعبي النادي الاهلي بخلاف المصابين اللي انا خلاص ايه طمنت على حضراتكم عليهم، لكن مستويات اللاعبين على مدار المباريات القليله السابقه واضح جدا مدى الارتفاع التدريجي في المستوى بالنسبه لعدد من لاعبي النادي الاهلي، وتحديدا عايز اتكلم عن محمد مجدي قفشه. رغم اضاعته لضربه جزاء في مباراه بيراميدز الاخيره، لكن ده ما يقللش اطلاقا من انه كان احد ابرز نجوم النادي الاهلي في هذه المباراه. وفي الحقيقه في المؤتمر الصحفي كمان مستر بيتسو موسيماني على ما اتذكر قال واشاد بقفشه بشكل كبير جدا، لان هو كان محور اداء النادي الاهلي في نص الملعب. ولو تفتكروا حضراتكم هو في بدايه المباراه ابتدى في مكانه الطبيعي والعادي اللي هو صانع العاب رقم 10، لكن في بعد طرد طبعا اللاعب عمرو السوليه نجم النادي الاهلي كان بيلعب كديفندر في نص الملعب وادى بشكل جيد. طيب خلينا نقول ان اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي لقطات اتصورت امبارح للطياره اللي هتقل النادي الاهلي في رحله خاصه في طريقها للمغرب. الطيارة دي تم تعقيمها بشكل كامل وبشكل مناسب طبعا طبقا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وكل التجهيزات الخاصة بهذه الطائرة، واللقطات دي بالمناسبة زي ما قلت لحضراتكم كانت اتصورت امبارح، كل التجهيزات قائمة على أكمل وجه لراحة لاعبي النادي الأهلي في رحلة بإذن الله هتكون على مدار 5 ساعات حتى الوصول لكازابلانكا بإذن الله تعالى. طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها كلها دي لقطات حصريه خاصه بشاشه قناه النادي الاهلي، وزي ما انتم حضراتكم عارفين رحله قناه النادي الاهلي من خلال طبعا اير كايرو، وكل الرسائل اللي هتوصل لحضراتكم من هناك عبر شاشه قناه النادي الاهلي هي برعايه بنك سايب الراعي الرسمي للنادي الاهلي. فعايز ارجع بمرجعنا لبعض العناصر في صفوف النادي الاهلي، واتكلمنا عن قفشه ومدى اهميته ومدى تالقه على مدار المباراه الاخيره كمان تحديدا عشان اكون واضح مع حضراتكم في ارتفاع تدريجي في المستوى عند قفشه. مع مستر فايلر الامور كانت صعبه شويه على عدد كبير جدا من اللاعبين، كان واضح ان مفيش تركيز عند الجهاز الفني مشتت ببقائه ام رحيله وكل هذه الامور، لكن خلاص الامور دي كانت في الماضي وحسمت تماما. لكن في نفس الوقت المستوى التدريجي او تدريجيا المستوى ابتدى يعلى بالنسبه لبعض اللاعبين. عمرو السوليه من ابرز اللاعبين طبعا في الحقيقه في النادي الاهلي، مستوى ثابت جدا بغض النظر عن حاله الطرد الخاصه به في المباراه الاخيره امام بيراميدز. عندك بقى اليو ديانج. اليو ديانج بصراحه في مباراه بيراميدز كمان كان مميز جدا، ويعتبر من العناصر والصفقات
المميزة على مدار تاريخ النادي الأهلي. مش عايز يعني مش هكون مبالغ لو بقول كده في الحقيقة، لأن هو عنصر مؤثر جدا في وسط الفريق، وإحنا عندنا في نص الملعب عناصر كلها أكفأ من بعض. عمرو السولية طبعا ما شاء الله عليه، حمدي فتحي كذلك بجانب أليو ديانج، اللي نتمنى لهم بإذن الله كل التوفيق في مباراة الوداد المغربي. تعالوا بقى نروح لخط الهجوم، وعايز أتكلم شوية عن بادجي ومروان محسن. مروان محسن تحديدا بعد ما غاب عن المباراة اللي فاتت، المباراة اللي قبليها أمام إن بي إن قدر إن هو يحرز هدفين مميزين جدا، وابتدى يستعيد ثقته في نفسه بشكل مميز. وهو في الحقيقة مهاجم عنده مقاومات جيدة تؤهله للعب في النادي الأهلي. وارد قوي، وارد قوي إن يكون في بعض الفترات يا جماعة يكون ما فيش توفيق، ممكن الفترات كمان تكون طويلة شوية، ممكن كمان يكون تعامل المدير الفني نفسيا مع اللاعب يقدر يرجع له الثقة، وممكن يكون ده اللي حصل من قبل مستر بيتسو موسيماني، فساعد مروان بالتالي على التألق في مباراة إنبي اللي كانت قبل المباراة الأخيرة. الأهم إن هو بإذن الله إن شاء الله كمان يتألق وهو جاهز كمان بنسبة 100% لخوض مباراة الوداد، إن شاء الله يتألق في مباراة الذهاب هناك ومباراة الإياب ويساهم مع الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا. نفس الحال بالنسبة لأليو بادجي. أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي ولاعب مميز، وبعض الفترات كان متألق جدا جدا وقدر إن هو يحرز 4 أهداف للنادي الأهلي في بطولة الدوري من ساعة ما جه في شهر يناير، لكن في نفس الوقت إن شاء الله يكون متألق خلال الفترة اللي جاية لأن هو من العناصر المميزة جدا. طيب خلينا نروح لمداخلة ونرجع تاني لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، واللي بيركبه في هذه اللحظات وأنا بكلم حضراتكم طائرة الفريق، فنطمن على كل الأمور بشكل أكبر وكل الكواليس بشكل أوضح. نروح لكريم. يا كريم أهلا بيك، وطمنا آخر الكواليس عندك إيه؟ بجد التحية ليك زميلي أمير، طبعا كل التحية ليك وكل مشاهدي جمهور النادي الأهلي. يمكن خلاص نقدر نقول لحظات بسيطة جدا، ويمكن خلاص يعني طائرة النادي الأهلي تتوجه إلى المغرب. يعني الطائرة المفروض 3 بالظبط تطلع من مطار القاهرة، لكن يعني في تأخير 10 دقايق ربع ساعة، لكن يعني إن شاء الله بإذن الله 3:30 تبدأ رحلة النادي الأهلي. فاهم احنا عارفين طبعا رحله النادي الاهلي برعايه اير كايلو الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، ورسائلنا طبعا امير المعتدل باذن الله هيكون من المغرب في رعايه بنك سيب الراعي البنك الرسمي للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله رحله تكون موفقه، لعيبه النادي الاهلي باكد لك كلها الحمد لله يعني بتطلع تدريجيا الى الطائره. يمكن اللقطه طبعا كلمت سريعا كده مع الدكتور محمد شوقي، طبعا تواجده ده امر مهم جدا زميلي امير، زي ما انت عارف طبعا كل الاجراءات الخاصه بيه، الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، يكون كمان رئيس اللجنه الطبيه متواجد ده امر مهم جدا. هنمشي على التعليمات بشكل كبير، ودي التعليمات اللي بياكد عليها لكل لعيبه النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ كان متواجد معاه بصحبه الاستاذ طارق قنديل، كان في احاديث طبعا عن مجرد وصولنا الاجراءات كلها هتبقى عامله ازاي، التحذير مستمر مع لعيبه النادي الاهلي، لان خلاص يعني عارفين طبعا يمكن حالات في مصر الحمد لله الامور كلها ماشيه بشكل طيب ومطمئن جدا بالنسبه لجائحه كورونا، لكن التحذيرات كلها ان شاء الله باذن الله مع تواجدنا في المطار او مجرد وصولنا ان شاء الله المطار، لكن الحمد لله كل الامور عدت بسلام حتى هذه اللحظه. ان شاء الله باذن الله تكون رحله طيبه ان شاء الله باذن الله كالعاده، وكل الامور تكون موفقه لفريق النادي الاهلي باذن الله. يا كريم، هل كان في اي جلسات وديه سواء من قبل مستر موسيماني مع بعض اللاعبين، او مثلا ما بين مستر موسيماني وكابتن سعد عبد الحفيظ؟ شفنا لقطه كده كان في جلسه ما بينهم، عايز اعرف تفاصيلها ايه، وايضا عايز اسال عن هل كان في ايضا اي جلسات وديه من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه ورئيس النادي الاهلي مع احد افراد البعثه بشكل عام؟ الحقيقه يمكن بيتسو موسيماني المدير الفني عنده حرص كبير جدا انه يكون مجمع الجهاز الفني على طول، وحريص انه يكون متواجد مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي عمصان. بالفعل يمكن النهارده مجرد وصوله الى المطار اجتمع بالكابتن سيد اطمن على الامور هناك في المغرب، عباره عن ايه التدريبات، الملاعب، الحجوزات، الانتقالات، الفندق، الاقامه. بقى انت عارف طبعا ممكن اكدنا في المداخله الاولى وجود الكابتن سيد والكابتن سمير قبل المباراه 48 ساعه وقبل سفر الرحله، امر بيكون بيسهل امور كثيره جدا. لكن ان شاء الله بقى ثقتنا كبيره جدا في السفير اشرف ابراهيم سفير مصر في المغرب باذن الله يكون منسق الامور دي كلها بشكل طيب ومطمئن جدا. اطمن بشكل كبير مستر بيتسو موسيماني على كل الامور اللي خاصه بها الترتيبات والامور الخاصه طبعا بالتنقلات والتمركزات فندق الاقامه وكل الامور دي الحمد لله كابتن سيد طمنه بشكل كبير. كابتن سمير عدلي انت عارف طبعا امين يمكن واحد طبعاً طبعاً الرموز الاداريين طبعا كل الامور دي بيبقى يعني حريص جدا ان هو يكون منفذ بشكل كبير ومع اهميه هذه المباراه. لكن الحمد لله طبعا يعني كمان الكواليس الخاصه بيه كابتن محمود الخطيب مجرد وصوله الى المطار يمكن مباشره طبعا دخل المكان الخاص بالفي اي بي مع الكابتن طارق قنديل، لكن اكيد ان شاء الله كالعاده وكعاده الكابتن محمود الخطيب بيكون فيه تجمعات مع لعيبه النادي الاهلي ومع الجهاز الفني، يكون في كلام بسيط جدا. لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه جميل انت عارف كلام طبعاً. لكن لما بيكون القيمه الكبيره موجوده كابتن محمود الخطيب والحديث بيكون عن اهميه المباراه واسعاد جمهور النادي الاهلي وبذل كل الجهد
التوفيق يكون بتاع ربنا سبحانه وتعالى، دي بتنعكس بشكل كبير جدا على كل لعيبه. من المؤكد ان شاء الله ان الكابتن محمود الخطيب مجرد وصولنا يكون في جلسه بسيطه مع لعيبه النادي الاهلي لشد من ازرهم ولتحفيزهم، وان شاء الله باذن الله دعوات كل بقى جمهور النادي الاهلي باذن الله الرحله تكون موفقه وطيبه، و180 دقيقه 90 دقيقه زي ما بناكد بنقول في المغرب تكون من نصيبنا، وال90 دقيقه الاخرى ان شاء الله باذن الله نقدر نصل للمباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله. احاديثك مع اللاعبين يا كريم في مطار القاهره الدولي، ايه اللي انت لمسته من خلال كلامهم معاك، الدوافع الموجوده عندهم قبل مباراه حاسمه زي دي؟ الحقيقه يا امير يمكن سؤال مهم جدا، يعني اللعيبه عندها اصرار كبير جدا يا امير ان هي تسعد جمهور النادي الاهلي. البطوله التاسعه دي هدف كبير وحلم كبير وتحدي كبير، وهي هدف لعيبه النادي الاهلي طالعه الهدف واحد، هو ان احنا ان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه. الجهد موجود وزي ما بناكد كل مره الرغبه موجوده، لكن الحماس الكبير والاصرار اللي احنا شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي ده اللي بيخلينا كل مره نقول ان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في ال 11 لاعب اللي هيكونوا متواجدين في هذه المباراه. الاختيار طبعا اكيد بيكون متروك لمستر بيتسو موسيماني، لكن كل اللعيبه امير واضح جدا حاله التركيز الكبير وواضح جدا حاله الاصرار الكبيره. شخصيه النادي الاهلي شفناها في مباراه بيراميدز، مباراه الوداد هتكون مختلفه، محتاجين نشوف شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي وكل الامور اللي لعيبه النادي الاهلي مركزه فيها خلال بطوله الدوري العام، كل الامور دي تكون اكتر من كده كمان في مباراه الوداد. لكن باكد لك كل لعيب بيتكلم، كل اللعيبه بتتكلم عن المباراه، هنعمل ايه، الامور ازاي، نجمع بعض، عايزين نسعد الجمهور. في جلسات كلها ثنائيه وجلسات بتبقى جماعيه مع لعيبه النادي الاهلي، كل اللعيبه الكبار وليد سليمان بيتكلم، الشناوي بيتكلم كويس، احمد فتحي، كل اللعيبه دي دورهم مهم قوي جدا طبعا. ودي يمكن من الامور اللي اكيد كل الشباب اللي موجود او كل اللعيبه اللي موجوده عارفه قيمه هذه المباراه، لكن الاحاديث لما بتبقى مع لعيبه كبار بقيمه كباتن فريق النادي الاهلي اللي احنا ذكرناهم بتكون مردودها كبير جدا. أكيد. كل اللعيبه متواجده، كهربا كمان كنت ماشي معاه دلوقتي يمكن طمنا اكتر من مره ان شاء الله باذن الله تكون الامور معاه ومشيته ما فيهاش اي حاجه كويس. لكن طبعا انت عارف الحرص الكبير من الجهاز الطبي ان لاخر لحظه يكون اللاعب ما بيبقاش في اي شكوى، امر مهم جدا. لكن ان شاء الله مع الحاله اللي احنا شايفينها الكهرباء والشناوي تحديدا باذن الله يكون لهم دور كبير جدا في المباراه. الكهرباء يتالق بشكل كبير والشناوي كالعاده يكون السد العالي للنادي الاهلي باذن الله يا كريم، وان شاء الله تروحوا وترجعوا لنا بالسلامه وترجعوا لنا بنتيجه ايجابيه مريحه قبل مباراه العوده باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، زميلنا العزيز مرافق بعثه النادي الاهلي ومراسل القناه في المغرب، هم دلوقتي طبعا في المطار او تحديدا كمان في الطياره، وان شاء الله يوصلوا خلال او بعد 5 ساعات من دلوقتي لكازابلانكا تحديدا، وان شاء الله يكونوا موفقين في اسعاد جمهور النادي الاهلي. بنشكره شكرا جزيلا. بما اننا كنا بنتكلم عن بعض اللاعبين في النادي الاهلي، فما ينفعش ننسى اطلاقا احمد فتحي نجم النادي الاهلي وافضل اللاعبين واكثر اللاعبين مستوى فني مميز على مدار الفتره اللي فاتت، رغم معرفه الجميع برحيل احمد فتحي عقب انتهاء هذا الموسم، لكن في كل الاحوال لاعب من اللاعبين المميزين وكابتن من كباتن النادي الاهلي، ان شاء الله يكون ليه دور في هذه المباراه. طيب قبل ما اروح الفاصل عايز افكر حضراتكم واقول لكم ان رحله قناه النادي الاهلي برعايه اير كايرو، وايضا كل الرسائل اللي هتوصل لحضراتكم من هناك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي هي برعايه بنك سعيد الراعي الرسمي للنادي الاهلي. بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. حضراتكم شايفين دي لقطات حصريه لشاشه قناه الاهلي وكواليس صعود فريق النادي الاهلي للطائره الخاصه المقله للفريق في رحلته
الى المغرب استعدادا لمباراة الوداد. وزي ما حضراتكم عارفين ان الناقل الرسمي لقناة النادي الاهلي اير كايرو، وايضا كل الرسائل اللي هتوصل لحضراتكم من هناك عبر شاشة قناة النادي الاهلي هي برعاية بنك سايب، البنك الرسمي للنادي الاهلي. كل اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي طبعا احنا بنعيش حضراتكم في اجواء رحلة الفريق بداية من هذه اللحظات، وحتى طبعا عودتهم سالمين بإذن الله بانتصار جيد وبنتيجة تكون إيجابية قبل مباراة الإياب بإذن الله تعالى، عشان يكون في أريحية نسبيا للصعود لدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كل الكواليس زي ما حضراتكم شايفين على شاشة قناة النادي الأهلي، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في هذه الرحلة. لحظات والطيارة هتتحرك، وبإذن الله على مدار 5 ساعات أو بعد 5 ساعات من دلوقتي توصل البعثة لمطار كازابلانكا، وإن شاء الله بإذن الله كل الإجراءات المترتبة لاستضافة النادي الأهلي هتكون متوفرة. وزي ما كان معنا سفير مصر في المغرب وقال لنا كل التفاصيل، وأيضا كل الإجراءات الاحترازية معمول حسابها، كل الاستعدادات، ملاعب التدريب، فندق الإقامة، كل هذه الأمور تم التنسيق لها بشكل مبكر جدا، زي ما احنا دايما متعودين من قبل النادي الأهلي أنه هو بيرتب أموره مبكرا جدا عشان تكون كل الأمور متاحة بالنسبة للفريق في جانب البدني وكل الجوانب اللي تقدر تريح الفريق قبل مباراة الذهاب أمام فريق الوداد، وهي مباراة مهمة جدا. دايما مباراة الذهاب بتكون أهم لأن بتعطي معطيات إيجابية قبل مباراة الإياب. في كل الأحوال أيا كانت النتيجة الفرص هتظل قائمة في مباراة الإياب هنا في مصر، وبإذن الله كلنا ثقة كبيرة جدا، ثقة متناهية في الجهاز الفني واللاعبين رغم صعوبة المهمة ورغم صعوبة المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا. ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا لنا اهداف جمهور النادي الاهلي الكبير والمتواجد في كل مكان بكل تاكيد. في هذه اللحظات زي ما حضراتكم شايفين كده الطياره بتتحرك ولا لسه؟ دي لا، لقطات لوصول اللاعبين. ايوه زي ما احنا شايفين كده وصول اللاعبين للطياره. لحظات اعتقد الطياره تتحرك في اتجاهها لكازابلانكا. طيب 10 دقائق تحديدا بالظبط على الاقلاع، وان شاء الله باذن الله يوصلوا بالف سلامه. افكر حضراتكم بقائمه النادي الاهلي اللي هتكون متواجده في مباراه الذهاب امام الوداد. في حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع محمود وحيد، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني واحمد فتحي، في نص الملعب عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، جونيور اجاي، وصالح جمعه، حسين الشحات، احمد الشيخ، وليد سليمان، وكهربا، وفي خط الهجوم مروان محسن واليو بادي. هيلحق بالبعثه بكره باذن الله تعالى كل من جيرالدو لاعب النادي الاهلي الانجولي، وايضا نجم النادي الاهلي علي معلول النجم التونسي واحد ابرز اللاعبين في صفوف الفريق. وفي الحقيقه اللاعبين كلهم لاعبين بارزين ومميزين جدا، وان شاء الله يساعدوا بعض في تحقيق الاهداف وفي الوصول للدور النهائي، وكمان ان شاء الله يساعدوا بعض ويفرحوا جمهور النادي الاهلي بالفوز بهذا اللقب الغالي. بعثة النادي الأهلي زي ما حضراتكم أيضا عرفتوا هي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأيضا متواجد في البعثة الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي، وده لمؤازرة اللاعبين والشد من أزارهم وأيضا يعني تحفيزهم وخلق بعض الدوافع بخلاف الدوافع اللي هي كده كده طبعا موجودة عند اللاعبين قبل مباراة الوداد، وباذن الله يحققوا كل المراد. دعم جمهور النادي الاهلي يا جماعه ده امر مهم جدا هيكون غايه في الاهميه على مدار الفتره المقبله. طبيعي جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر فرقته، دايما في ظهر ناديه، وكل المناسبات بتثبت كده في الحقيقه. لكن احنا في مرحله حاسمه ومهمه جدا في اللقب الغالي، اللقب الافريقي المنتظر، وباذن الله بدعم جمهور النادي الاهلي يقدر الفريق يحقق البطوله. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده دي لقطات من داخل الطائره المقله لبعثه النادي الاهلي للمغرب، واضح جدا مدى التركيز اللي موجود على وجوه اللاعبين. شفنا قفشه، شفنا كهربا، البعثه الاعلاميه كمان موجوده، التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه كلها متوفره داخل الطياره. حسين الشحات كمان من ضمن اللاعبين اللي بيستعيدوا مستواهم بشكل مميز، مروان محسن، الشناوي، مصطفى شوبير احد اللاعبين المبشرين جدا في مركز حراسه المرمى، اجاييه، وباجي،
وفي واضح جدا التركيز والتفاؤل على لاعبي النادي الاهلي. خلاص هما دخلوا الاجواء، يعني احنا زي ما احنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي كده هما دخلوا اجواء هذه المباراه. شايفين صلاح جمعه ومحمود وحيد، وصلاح جمعه في الحقيقه عودته مكسب للنادي الاهلي طبقا لرؤيه مستر بيتسو موسيماني اللي هو عايز يستفيد منه بشكل كبير جدا على مدار المرحله القادمه. طبعا قرايه لبعض ايات القران الكريم من قبل حمدي فتحي احد ابرز اللاعبين ايضا في صفوف النادي الاهلي، احمد الشيخ، عمرو السوليه، الكل واضح ان هو جاهز في نوع من انواع التركيز واضح على وجوههم، لكن في نفس الوقت مش ضاغطين نفسهم بشكل ممكن يجي بنتيجه سلبيه، لا انت مركز وجاهز وقادر انك تحقق المطلوب منك، لكن في نفس الوقت الضغط اللي زياده على اللزوم ممكن يجي بنتيجه غير مرجوه، فبالتالي ثقه متناهيه والثقه موجوده في كل اعضاء الجهاز الفني واللاعبين. شايفين الكابتن سامي قمصان اعتقد ان هو بيصلي صلاه العصر في هذه اللحظات، وكمان اكيد شايفين اعضاء الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ، كل المتواجدين في البعثه، مستر جونسون طبعا المدرب العام للجهاز الفني في النادي الاهلي، اعضاء الجهاز الطبي والاداري بالنسبه للفريق، الامور كلها جاهزه، جاهزيه تامه في هذه الرحله وامور كلها مهمه. مستر ميشيل يعني يكون طبعا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي واحد العناصر اللي اكتسبوا حب جمهور النادي الاهلي في الحقيقه، بخلاف الجزئيه دي كمان هو ليه دور كبير جدا في مستوى الشناوي علي لطفي. طيب خلينا نروح لكريم احمد في هذه اللحظات في مداخله سريعا، وهو على الران واي دلوقتي بيتحركوا خلاص، او الطائره هتتحرك خلاص في طريقهم للمغرب. يا كريم اهلا بيك من جديد. بجد تحيه للزميل امير، يمكن خلاص يعني على الران واي دلوقتي خلاص ان شاء الله باذن الله بقى دعواتك ودعوات كل جمهور باذن الله باذن الله ان شاء الله نرجع منصورين باذن الله، النتيجه تكون ايجابيه لفريق النادي الاهلي، ربنا يحافظ على كل اللعيبه من الاصابات. خلاص يعني يمكن وانا بكلمك ممكن الشرط يتقطع ان خلاص احنا حرانا ايه، والطايره ان شاء الله باذن الله مساء جاي للمغرب ان شاء الله باذن الله نرجع منصورين امير. فاتنا كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي، والحاله اللي احنا شايفينها تنعكس علينا ان شاء الله، وكل يوم مردود كبير جدا باذن الله في هذه الظروف باذن الله. يا كريم تروحوا وترجعوا بالف سلامه وبانتصار غالي، وتحياتنا لكل افراد البعثه وكل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في رحله المغرب. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، اعتقد ان احنا حاطين حضراتكم في الصوره بشكل كامل في كل هذه اللحظات اللي بتسبق سفر بعثه النادي الاهلي للمغرب. ان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا بنتيجه ايجابيه تساعد في مباراه الاياب، ومن ثم التاهل للنهائي واحراز هذا اللقب. خليني اقول لحضراتكم طبعا ان رحله قناه النادي الاهلي برعايه اير كايرو هي المقلة لقناة النادي الأهلي، وأيضا كل الرسائل اللي هتوصل لحضراتكم من هناك على مدار الأيام القادمة هتكون برعاية بنك سعيب البنك الرسمي للنادي الأهلي. طيب دي كانت تغطيتنا الخاصة لكواليس ما قبل تحرك بعثة الفريق لدولة المغرب الشقيق، وأيضا لكل ما يتعلق بالفرقة وآخر الأخبار وآخر الاستعدادات وكل الأمور اللي بتهم جماهير النادي الاهلي خلال هذه اللحظات. خلينا نقول لحضراتكم كمان ان احنا هنتابع على مدار برامج قناه النادي الاهلي النهارده وصول فريق النادي الاهلي باذن الله سالمين والبعثه كلها سالمين لكازابلانكا، ونشوف كل الكواليس ايضا هتكون على مدار اليوم النهارده بخلاف الكواليس الاخرى اللي هتكون على مدار الايام القادمه، سواء فيما يتعلق باستعدادات الفريق والتدريبات، كل هذه الامور هتكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. خليكم متابعينا على مدار الايام زي ما انتم متابعينا طبعا خلال الفتره اللي فاتت كلها. طيب عايز اكد ان الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي هي اير كايرو، وايضا الرسائل اللي هتوصل لحضراتكم من هناك عبر شاشه قناه النادي الاهلي برعايه بنك سعيب البنك الرسمي للنادي الاهلي. دي كانت تغطيتنا، وقبل ما نختمها لازم ندعي كل الدعوات ونتمنى التوفيق ل النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم تحديدا في رحلته في المغرب ومباراه الذهاب امام الوداد، وباذن الله باذن الله كلنا ثقه فيهم ان هم يحققوا كل اهداف وطموحات جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وهنتابع كل الكواليس زي ما حضراتكم متعودين دايما من خلال رحله النادي الاهلي في المغرب، بس كل ده هيكون حصري على شاشه قناه النادي الاهلي. دي كانت تغطيتنا، استنونا في تغطيات اخرى وكواليس اخرى تتعلق بالنادي الاهلي ككل من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. الى اللقاء.